السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الوليد صادي، وين بعد اعتلاء منصب داخل الهيئة يعني الفار، وين يريد اعتلاء يعني منصب داخل الكاف. وليد صادي وين الفار تسعى لإعادة الثقل وهيبة الجزائر قاريا ان شاء الله. ماذا بينا حنايا وين نعاودو نولو كما كان في وقت السيد الحاج محمد راوراوة. ناس وحنايا كان يقول لك بلي فلان هو اللي طيح الحاج، لا راكم غالطين جماعة، راكم غالطين. ما الحاج طيح راوراوة، ما فلان طيح راوراوة، لا لي طيح لي جابها مور الحاج محمد راوراوة. ومن انا بالجزائر ما تعقلوش، ما جر دار صالة وجالة في شمال افريقيا. هذاك الوزير اللي كان يضحك الغاشي، وزير كيسموه يا ربي، مسلال سلال، قاود قال لهم الدولة صايق حنايا ما عندنا ما نديرو بها. واو لله الحاج كان على بالو، وصلوا له عيسى حياته جماعة كاع، خاطر ما بغاوش الحاج يزيد يقدم، خاطر هما ميشافو بلي حامد أحمد هو اللي غادي يجي رئيس. خاطر الحاج جاب لهم حامد أحمد في 2011 ودار له عملية جراحية هنا في عين نعجة، وقال لهم هذا اللي غادي يكون وراء عيسى حياته، وجاب لهم أنفرتينو هنا. وما ما بغاوش، قال لك هذا غادي يروح بعيد، هذا لا احنا ما نروحوش بعيد، احنا لازم نلعبو غير هنا. اليوم اللي كيسموه كيما زين عامر راه يخرج ويهضر في قناة الشروق، قلنا يا زين عامر زين عامر هذا كاين، انا علاه جاي علاه نكره منكم انتم. واحد كيما مؤمن ايد قاسي كي راه يهضر مؤمن ايد قاسي، انا حشمه من صاحبك هذاك حبيبك تاع الحراش حبيبك، وانت تعرف اللي يهدر معي ولا هدر معه، والله العظيم يا مؤمن شفت الفيديو اللي راه عندي بعثته لصاحبك 2017 تعايل في اللعابه تقول لهم هذو اللي زي ميغري قاعد يخافوا في لافريك، قلت له ما بكاش شويه ريح. وين يواصل اعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي سعيهم لإعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة من خلال ترشح لنيل عضوية عدد من المناصب الحساسة والتي يمكن من خلالها أن تعيد هيبة وثقل الجزائر قاريا. هذا وقد غاب تمثيل الجزائر داخل الهيئة الدولية والقارية منذ استقالة الرئيس الأسبق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم السيد الحاج محمد راوراوة، ما أدى إلى عدم تمكن الجزائر من تأثير على القرارات الصادرة عن هيئة القارية وفسح المجال للعديد من الدول يعني وين أحكمت قبضتها على المراكز القرار داخل المكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمقر الهيئة في دول مصر، يعني في دولة مصر. هذه صح يعني، بصح شكون اللي نزل 12 رئيس هيئة؟ أنا كذبتوني مزيان، خرج الوضاح يهدرها. مكتوب لكم كانوا عندنا ميكان زتي يقول باللي اللي كانوا قبلنا ما خلونا حتى واحد، قلت له يا سي زتي انا ما نقولكش راك تكذب، نقول لك بالك راك غلط وانت كان على بالك. وهذا الاعلام كانوا يدعموا في كلمه تاع زتي، ما قالولوش جاودين على الشيطان شاك دير غادي تراسل وغادي تحطم وغادي، لا جاو معاه. ومن بعد ولاو يبكوا كان كنسة، وكنت نقولها لكم حافظوا عليها كالرجال غادي تبكوا عليها كنسة، وليتو تبكوا تعاودوا ولات المدرسة تاع السيد الحاج محمد راوراوة، حبة من حبة وكرهة من كرهة عليا. في حين وين عانت الجزائر خلال السنوات الأخيرة من تهميش وفي بعض الأحيان الظلم، خاصة يعني في الدواليب والكواليس لازم يكون عندك رجال. يعني شاهدنا كيفاش يعني وين الناس ما كان والو، ولعل خبرة وليد صادي وعمله طيلة سنوات مع المخضرم
الحاج سيد الحاج محمد راوراوا ستمكنه من إعادة تمثيل الجزائر إلى الواجهة في مختلف الهيئات عبر تكثيف الجهود والعمل على ربح ورقة الكولسة، والتي كنا نحسن استغلالها في الوقت السابق بحكم أن الرجل الأول على رأس الفار قد أطلع عن كسب حول كيفية كسب الرهانات داخل أوراق الأروقة الكاف الضيقة ونيل ثقة القائمين على الهيئة القارية عبر استعمال بعض الوسائل والطرق الملتوية، خاصة وأن كل يعلم بأن القوانين اللعبة في إفريقيا تختلف عن ما هي عليه في أوروبا أو آسيا، وفي غالب الأحيان تتخذ العديد من القرارات خارج الإطار الرياضي المعترف عليها. تعيين صادي يعني بذرة خير على الكرة الجزائرية، في حين وإن أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعيين رئيس وليد صادي نائب لرئيس الاتحاد شمال إفريقيا، وقد يلعب يعني المنصب وليد صادي الجديد دور هام في إعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة والفوز بتنظيم عدد من المنافسات الرياضية. ماشي ضروة احنا الفوز من قدام يدي تاع شمال إفريقيا ويزيد قدام. وكان رئيس الفاب وليد صادي قد ترشح للنيابة لرئاسة اتحاد شمال إفريقيا، حيث نجح في إثبات نفسه على المستوى الإفريقي في أول مسؤولية يفوز بها على أمل تمثيل اتحاد شمال إفريقيا جيد بشكل عام والجزائر بشكل خاص. تشوف جاب تاع الفيفا هذيك تاع تونوا اللي غادي نديروها هنا اللي دايرتها الفيفا، حاجة مليحة، حاجة تبشر بالخير، عليا حاجة تبشر بالخير، ما نقولوش باللي مشي مليح مشي مليح، لا حاجة تبشر بالخير، نتمناو الخير، نصيبو الخير، نتمنى في طريقك تصيب الورد، نتمنى في طريقك تصيب الورد، معليش رانا نهضرو راه كسمو. شوبير هدرنا على كيفاش بالماضي ما خلاش الجزائريين يتفرجوا عليه هو بالماضي، نورمالمو يتصلوا به، نورمالمو كيما ذاك مسيلمه كذاب عنده ليميرو تيليفون تاعو، ماشي قال لهم عندي ليميرو غادي نتصل به ولازم يستيقن ويخرج ضروري يستيقن، معليش يشوف كيفاش بالك يتصل به يقول له علاه خاطينا. المهم نعرف بلي لو كاس نتفرج انا في ليكيب ناسيونال حاليا. شو بي كامباور مات او دي هما جاو ياسي انا بي بوي مات بي كامباور مات انا بوي مات بي كامباور بالرياضة انا ونعرفو انا بوي مات انا يالله يرحمو مسكين خويا من خو زوج خوتي موتا مولك اصاحبي موتا ماتو برصاص بعد 94 عبد الله وعبد القادر في 2009 تهضر لي انايا تقول لي بيكام باور او مات او يموت لي بيموت بيكام باور انا وي انا مقول كلمة مقول له بيكام باور بيكام باور مش هذا لي يموت لي يقول له تعب بول عب النهار مش هذا لي هذاك اول حد 78 عام نبوي مات مسكين مولا 62 عام عقلو له مسكين ما فرحش بينا هنا شو بي الهواري راه في الكوت ديفوار والهواري يخسر دراهم الهواري تحاجب انت هذوك الجاجول الهواري يخسر دراهم الهواري يمشي جاج ولا براك الهواري فينا يروح يخسر دراهم يسيبورتي ليكيب ناسيونال وكحاسب انت براك هذا قول فمالكم واش كيف كيفو هو يخسر دراهم من جيبو يروح يتفرج والبراك لا فمالكم واش كيف كيف راكم غالطين واش جاب الهواري لهذوك
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.